نتابع بذات الموضوع ونرحب الآن بأمين ناصر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني. أهلا بك في مشوارنا الصباحي لهذا اليوم. نتحدث عن أهمية وقوف الشعب الفلسطيني خلف سيادة الرئيس محمود عباس وهو يعتلي أهم منابر العالم ليتحدث باسم القضية الوطنية. يعني بداية صباح الخير لكل أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجدهم في هذا الوطن ما بين النهر والبحر وفي المنافي والشتات على امتداد هذا العالم. وهذا صباح حزين، اسمحي لي أن أتقدم بالتعزية من الأخ الرئيس وكافة أبناء حركة فتح وجماهير شعبنا وإلى حركتنا الأسيرة باستشهاد الأسير المناضل المحرر حسين مسالمة الذي استشهد ضحية الإهمال الطبي الممارس بحق أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال. خطاب السيد الرئيس في هذه المرحلة التاريخية والحساسة والحرجة يأتي ليقول للعالم أن هذه القضية الفلسطينية التي ما زالت تراوح مكانها في أروقة الأمم المتحدة ومنظمات الأمم المتحدة وعشرات بل مئات القرارات الدولية التي اتخذت لصالح هذا الشعب الفلسطيني ولصالح قضيته لإزالة هذا الظلم التاريخي الواقع على شعبنا وإزالة هذا الاحتلال وإنهائه، آن الأوان لهذه المنظومة الدولية أن تخرج من عجزها وخجلها فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وأن تقول لهذا الاحتلال كفى وإلا فإنك ستتحمل مسؤولية هذه الجرائم التي تقترفها. هذا الخطاب التاريخي يأتي بعد نضالات شعبنا الممتدة والطويلة بعد هبة القدس والشيخ جراح وسلوان والأقصى وأيقونة المقاومة الشعبية في بيته وفي كل المواقع، عندما استطاع شعبنا الفلسطيني وقيادتنا السياسية وعلى رأس الأخ الرئيس أن يقلب المعادلة القائمة على امتداد العالم، عندما أسقطت الرواية الصهيونية بهذا الحشد الدولي الواسع الذي التف حول قضية شعبنا الفلسطيني من أستراليا إلى الأمريكيتين وما بينهما، هذا الالتفاف الشعبي الذي قال لمنظومة الحكم على امتداد العالم أن هذا الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للظلم والقهر آن الأوان لإنصافه والوقوف في وجه هذه الدولة التي باتت تصنف دولة فصل عنصري، دولة أبرتايد. هذا الخطاب سيحمل مضامين وطنية مبنية على الثوابت الوطنية الفلسطينية التي طالما تمسك بها الأخ الرئيس وتمسكت بها القيادة السياسية منذ عام 1988. القدس ليست للمساومة وليست للبيع وهي عاصمة الدولة الفلسطينية. أسرانا الأبطال هم عنوان حريتنا وعنوان نضالنا الوطني ولا يمكن التخلي عنهم بكل تأكيد. طيب إذا ما تحدثنا عن الأوضاع خلال الفترة الأخيرة منذ أيار وحتى قبل أيام، مشهد وحدوي داخلي أمام كل الجرائم الإسرائيلية، العدوان على غزة، شيخ جراح، القدس، قضية الأسرى، ولكن قبل يعني أيام بدأت حماس بهذه الهجمة على القيادة الفلسطينية على الرئيس محمود عباس وبالتزامن مع التحضير لأجواء الأمم المتحدة والخطاب التاريخي للسيد الرئيس محمود عباس. أي دلالات بهذا الخصوص وما تبعها أيضا في موضوع الكوفية وغزة وتوتير الأجواء وهذه المشاهد التي بتمر يعني بشكل يومي؟ أكثر ما يزعج حماس ويخيفها ويجعلها تتخبط في كل برامجها وسياستها وإعلامها هذا المشهد الوحدوي الذي يجمع جموع أبناء شعبنا الفلسطيني خلف القيادة السياسية المتمسكة بثوابتنا الوطنية. حادث الوحدة التي شهدها المجتمع الفلسطيني والساحة الفلسطينية وهذا الالتفاف سواء من أيار حتى خروج الأحرار من نفق الحرية وهذا الموقف الشعبي الكبير، هذا بالتأكيد يزعج هذه الحركة الظلامية لأنها لا ترى في الوحدة إطارا للعمل، هي تحاول أن تفرض نفسها بديلا. ما تقوم به حماس هو تكرار لذات المواقف التي تلجأ إليها كلما كان هناك استحقاق وطني يتقدم به السيد الرئيس في أي منبر إن كان في الأمم المتحدة أو غيرها. وأيضا كما هي العادة إسرائيل وحماس تلتقيان في عدائهما
لهذه القيادة السياسية الرافضة، من رفض صفقة القرن، ومن رفض قرارات ترامب، ومن رفض الدولة الحدود المؤقتة، ومن ومن ومن، هي تلتقي بكل المحطات التاريخية والمنعطفات التي تتعلق بقضية شعبنا مع هذا الصهيوني المغتصب ببرنامجه وفكره لمحاولة زعزعة ثقة العالم أو حرف أنظار العالم عن الهدف الأساس الذي نسعى له. وبالتالي هذه الحملة المسعورة التي تقودها حماس ضد القيادة السياسية وعلى رأسها الأخ الرئيس، إنما هي إنتاج ذات المطبخ الإعلامي صاحب الدعاية الصفراء التي تحاول الإساءة لهذه القضية الفلسطينية، وتحاول أن ينفض الجمع من حول هذه القيادة السياسية الفلسطينية. ولكن الشعب الفلسطيني بكل مكوناته أوعى بكثير من كل هذه الأبواق التي تخرج علينا ما بين ولكن في ذلك تسابق مع الرواية الإسرائيلية أو النهج الإسرائيلي تجاه القيادة الفلسطينية. هي تتطابق وليس فقط تتساوق. ذات المطبخ يا أخي الذي ينتج هذه المفردات الإعلامية هو مطبخ واحد. هذا المطبخ الواحد الذي يوجه سهامه وخناجره المسمومة إلى خاصرة هذا الشعب الفلسطيني وقيادته، هو الذي يحاول أن يقدم على طبق من ذهب إن استطاع حالة من الانهيار الداخلي لهذا العدو، حتى يستمر في ممارسته في مصادرة أراضينا واعتقال أبنائنا وإعدامهم ميدانيا وتهجير أهلنا من الشيخ جراح وغير الشيخ جراح. لذلك هذه الحركة الظلامية لا تؤمن على الإطلاق لا بالوحدة الوطنية ولا بالمشروع الوطني ولا بأي رمز. ماذا يعني أن يهاجموا طلبة في جامعة الأزهر يرتدون هذه الكوفية؟ هذا الرمز الوطني الذي عرفنا العالم من خلاله. في ثورة 36 كل الشعب الفلسطيني ارتدى الكوفية حتى يحمي المناضلين والثوار في وجه قوات الاستعمار البريطاني. هذا الرمز، هذه الرمزية لهذه الكوفية تحارب لماذا؟ لأننا طبعاً عن تاريخ لأننا لأننا كتبنا تاريخنا بهذه الكوفية. اعتمرها الفدائي، اعتمرها الشهيد القائد ياسر عرفات في أروقة الأمم المتحدة. كنا نسأل ونحن طلاب في الخارج، أنتم يعني من جماعة ياسر عرفات؟ أنتم ياسر عرفات؟ كوفية ياسر عرفات عممت هذه القضية، وهم يحاولوا بإعلامهم الأصفر المسموم الحاقد أن ينتزعوا شيئا من هذه الشرعية. لن تأخذوا شرعية في هذا الوطن الفلسطيني ما لم تكونوا أبناء حقيقيين ملتزمين بأهداف وقيم شعبنا الفلسطيني. لذلك رسالتنا لحماس وغير حماس، من يتساوق معها ومن يقف إلى جانبها، كفاكم عبثا في الصف الداخلي الفلسطيني، كفاكم انحيازا وتساوقا لاستمرار وإدامة هذا القهر الصهيوني على أبناء شعبنا على مقدساتنا الإسلامية والمسيحية. القدس يهجر أهلها وأنتم تراقبون، عادوا ولم تعودوا، إن عدتم عدنا، عادوا ولم تعودوا. تصريحات بهلوانية هنا وهناك يحاولوا أن يلملموا شتاتهم بعد الهزائم أيضا التي تلحق بحركة الإخوان المسلمين هنا وهناك. العالم، شعوبنا العربية، شعوب العالم تكتشف هذا الزيف وهذا الخداع وهذا التضليل، ثم تعود إلى رشدها وتقول لهم عودوا كما أنتم في أزقتكم في مخابئكم في جحوركم. وبالتالي نحن لسنا قلقين من هذه أصوات النشاز، لأن شعبنا أوعى وكفيتنا ورمزيتنا الوطنية ستعمم. وهذه دعوة لكل أبناء شعبنا، ارتدوا الكوفية، اخرجوا إلى شوارعكم بالكوفية لنغيظهم كما نغيظ أعداءنا. من يكره هذه الكوفية، من يحقد عليها، وكأنه يحقد على فلسطين وكل مكونات الشعب الفلسطيني. ولذلك نقول للأخ الرئيس، سر على بركة الله، أنت الأمين المؤتمن، شعبك الفلسطيني يثق بوطنيتك بثباتك على الثوابت. امتحنك الشعب الفلسطيني في كل المواقف الصعبة، لم تخن، لم تبع، لم تتراجع، أنت كنت دائما صلبا مقاوما عنيدا. اضربهم بهذا العناد في كل اتجاه يا سيد الرئيس.
كل الشكر أكيد لك سيد ماجد الفتياني، يسعد صباحك مرة أخرى.